استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء تباحث سموهما بشأن الأفكار والرؤى التي تسهم في الدفع بالمسيرة الاقتصادية وضمان تجاوزها للتحديات التي تمر بها حاليا والتي تؤثر على اندفاع العمل التنموي باتجاه تحقيق أهدافه. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن المبادرات التي تتبناها الحكومة تستهدف في المقام الأول الحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين، فالتطورات الإقليمية في شقيها المتعلق بالأمن والاقتصاد شكل مجتمعين تحديا يتطلب جهدا مضاعفا لتجاوزه وحماية الاقتصاد الوطني من تبعاته.